كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن الشعار الرسمي لإكسبو 2020 الذي تم استلهامه من قطعة أثرية فريدة من نوعها وذات قيمة خاصة كانت من بين المقتنيات التي عثر عليها في موقع صاروج الحديد، وهي عبارة عن حلقة ذهبية تمتد جذورها في أعماق التاريخ، نسجت خيوطا من التواصل مع حضارة دلمني والفراعنة والرافدين إلى حضارة ما وراء النهرين والسند والهند. شعار الجديد يمثل حلقة وصل إلى الماضي، وأيضا يؤكد على أن دولة الإمارات وإمارة دبي من آلاف السنين كانوا أو شعب أو الناس اللي كانوا عايشين هنا أو ساكنين هالبقعة كانوا هم حلقة وصل مع شعوب أخرى في الشرق في الغرب في الجنوب. من 3000 أو 4000 سنة قدرنا أن نستكشف هذا الإرث التاريخي الرائع، واختيار هذه الحلقة أو هذا الشعار لإكسبو 2020 عبارة عن تجسيد روح التواصل مع الناس. تم استيحاء تصميم الشعار الجديد من مشغولات مصنع أثري للذهب اكتشفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2002 في منطقة المرموم، وأطلق عليه اسم صاروج الحديد. والشعار عبارة عن تجميع لأنماط من النقوش والمشغولات الذهبية أبدعتها حضارة إماراتية قبل 4000 عام. هذا الشعار له مرجعية، والمرجعية اللي تم عرضها من خلال المؤتمر الصحفي ومن خلال العرض المتكامل، وهي المرجعية اللي تم الحصول عليها كخاتم مميز من الذهب في أحد المواقع الأثرية في مدينة دبي. هذا الموقع يعود تاريخيا من تقريبا 3000 إلى 4000 سنة. هذا الموقع يعتبر المواقع الرئيسية في حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة دبي. يمثل الشعار هدية قيمة من تاريخ قديم تربط ماضي دبي العريق بمستقبلها الزاهر، وتعزز مكانة دبي التاريخية التي كانت ولا تزال مركز التقاء لحضارات العالم منذ آلاف السنين وحتى هذا اليوم. كما يجسد الشعار المفهوم الرئيسي لإكسبو 2020 تواصل العقول وصنع المستقبل.